هذا وفد يدخلون إلى مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد وحوله أصحابه الكرام، وإذ بهم يتفاجؤون بذلك الحشد الذي جاء يريد أن يسمع ويرى من هو ذلك الرجل الذي جاء إلى المدينة وإلى ماذا يدعو وماذا يريد من الناس. دخل ذلك الوفد الذي جاء ومعه الحلل، وهذا الوفد من بني تميم، يتقدمهم سيدهم وزعيمهم قيس بن عاصم. فلما دخلوا المسجد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من هذا؟ قالوا: هذا قيس بن عاصم. فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت سيد أهل الوبر وأنت حليم العرب. ثم أخبروه بالوفد جميعا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألكم وصية؟ يعني هل تريدون وصية؟ فقال قيس بن عاصم: يا رسول الله، رق عظمي، عمره 70 سنة، ودنا أجلي، لا إله إلا الله، مع أنه مشرك كافر، لكنه علم أنه سوف يموت وعلم أنه سوف يحاسب، فدخل الإيمان في قلبه. أسأل الله عز وجل أن يزيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان يا أرحم الراحمين. قال: ودنا أجلي وشاب رأسي، فأوصنا بوصية جامعة. فاسمعوا يا إخوة ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام، وماذا علمهم، وبماذا أوصاهم. قال: يا قيس، قال: يا قيس، إن مع الغنى فقرا، وإن مع القوة ضعفا، وإن مع العزة ذلة، وإن مع الحياة موتا، وإن لكل حسنة ثوابا، ولكل سيئة عقابا، وإن معك كريما يدفن معك وتدفن معه وهو حي، فإنه عملك، فأكثر منها. فأكثر منها قيس وأسلم، وجعل يبكي، وأسلم الوفد جميعا. يا قيس، يا قيس، إن مع الغنى فقرا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. ربما يكون الإنسان في هذه الحياة غنيا، ولكن هناك يوم يقف بين يدي الله عز وجل ويصبح فقيرا، يحتاج إلى حسنة وليس له إلا ما قدم، وربما يغتني في هذه الحياة وبعد ذلك يصيبه الفقر، فأين المال الذي جمعه وتعب في تحصيله؟ ذهب ولم ينفعه منه إلا ما أنفقه في سبيل الله. أو ما رأيت ذلك الشيخ العجوز الذي قد احدودب ظهره وشاب شعره وأصبح يسير على 3 أرجل؟ هذا الشيخ الذي تراه كان في يوم من الأيام مثلك، قوي البنية، جميل الهيئة، لكن سرعان ما دار به الزمن وأصبح ذلك القوي والعظيم ضعيفا هزيلا، لا يملك إلا أن ينتظر ملك الموت حتى يأتيه ويرحل من هذه الدنيا. ماذا ربى فيك وعلمك وأنت تنظر لذلك الشيخ العجوز؟ هل تمثلت قوله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: وشاب نشأ في طاعة الله. هل دعاك ذلك لأن تكون رجلا صادقا خلوقا؟ هل دعاك ذلك لأن تستغل شبابك قبل هرمك؟ هل دعاك ذلك لأن تكون من الشباب الذين باعوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله؟ والسعيد، إي والله، السعيد من وعظ بغيره. أيها الإخوة، ما أجمل تلك اللحظات التي يعيشها المرء مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حري بصاحب ذلك القلب أن يكون قلبه قد امتلأ محبة وتعظيما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.